كلها بصوتك ابو علي المحسن، بس اضمعت في وقت انا بلقيها بصوتي. يقول عدنا لكم يا متابعينا لجاويد ما شاء الله، يلي لكم في القلب قدر ومكانه، عدنا لكم حسب العهد والمواعيد على قناه المجد والمجد اعانه، مسجل بالاسم والرقم والقيد في المجلس اللي نادر في زمانه، مجلس وفاء في هالرجال الصناديد اللي لهم في خانه الطيب خانه، في كل يوم له مع الناس تجديد، الصدق فيهم ضامنينه ضمانه، ما يعرفون الغدر والكذب والكيد، ما قالوا ولا ما قالوا باب الوفاء للصيانه، ما بين قول الله وفقه وتوحيد، وراوي حديث دله الله وعانه، وراوي قصص للمجتمع فاد ويفيد في هالاصاله والقيم والامانه، وشاعر قصيده ما يعرف المناقيد، لا قالها قال وصح الله لسانه، قصايده فيها مهابه وتمجيد للخالق اللي عز جاهه وشانه، باليوم عيد مثل عيد الفطر عيد في المجلس اللي رافع الله مكانه. الله بيض الله وجهك، صح شانك ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك.